مدينة مساء الخير. الربح حلو كلنا متفقين، بس كيف لو كان عندكم الفرصة انه تربحوا يومية؟ هالفرصة الجديدة صار اسمها يومية، لعبة جديدة، لعبة كتير سهلة، ولعبة رح تعطيكم فرصة تربحوا جوائز كتير حلوة كمان. بداية خلوني رحب بمندوب وزارة المالية وعضو لجنة المراقبة على سحوبات وأعمال يومية الأستاذ نادر العسل. أهلا وسهلا فيك نادر، كيفك اليوم؟ ماشي الحال تمام. بلشت تجرب حظك باليومية؟ أكيد أكيد. أي يوم؟ 3 و4 و5 إلا ما تصيب واحدة. أكيد. يلا صبتن للطابات ولا بعد؟ لا بعد لحديت هلا. يلا كل يوم كل يوم يومك مثل ما بيقول، تقول يومية كل يوم يومك. مشاهدينا خلينا نعرفكم أكثر على هاللعبة، إذا كنتوا بعد لهلا ما بتعرفوا كيف بدكم تلعبوا اليومية، تابعوا معنا هالريبورتاج. يومية لعبة جديدة من اللبنانية للألعاب. كيف بتلعب؟ نقي اللعبة اللي بدك تلعبها، يومية 3، يومية 4 أو يومية 5. نقي أرقامك من 0 لل9 من كل سطر رقم. 3 أرقام لشبكة يومية 3، 4 أرقام لشبكة يومية 4، و5 أرقام لشبكة يومية 5. اختار المبلغ يلي بدك اياه من 500 لـ3000 ليرة، كل ما تزيد القيمة كل ما زاد ربحك. اختار كيف بدك تلعب، بالدور أو حيالله. إذا لعبت حيالله وطلعوا أرقامك حيالله رح تربح. إذا لعبت بالدور وطلعوا أرقامك بالدور يعني بنفس الترتيب ربحك أكبر. مع يومية من اللبنانية للألعاب رح تربح قد ما بتلعب، وربحك بيوصل لـ120 مليون ليرة. يومية كل يوم يومك. أنا كمان حضرت ورقتي، أنا لعبت اليوم يومية 4، وكمان مش بس لإلي لعبت اليوم، لعبت لكل العائلة، وعلى أمل إنه يكون في عنا حظ كمان الليلة، وإنتو كمان مشاهدينا، خلونا هلا نبلش من دون أي تأخير مع أول سحب لليلة، ومثل العادة مع اليومية 3. فإذا هذا سحب الليلة، اليوم 4، 27 كانون الثاني 2016، ويلا بلشت الماشين. عم نشوف سوا هلا مباشرة سحب اليومية 3 لليلة. بلش مع أول رقم، الرقم 8. ثاني رقم هو الرقم 2، وثالث رقم بسحب الليلة من يومية 3 هو الرقم 6. 8 2 9. خلونا نشوف سوا على التابلو. إذا اخترتوا هالثلاث أرقام مشاهدينا واخترتوا تلعبوهم بالدور يعني بنفس الترتيب، عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 400 مرة، وإذا اخترتوا كمان هالثلاث أرقام واخترتوا تلعبوهم حيالله يعني مش بالضرورة بنفس الترتيب، المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه عليكم تضربوه ب 70 مرة، وهيك فيكم تعرفوا أكيد المبالغ اللي بتحصلوا عليها اللي بتربحوها. وهلا بننتقل دغري على السحب الثاني مع اليومية 4. أكيد جود لك لكل الأشخاص يلي سحبوا أوراقهم اليوم بلعبة اليومية واختاروا أرقامهم، أرقام الحظ يمكن كمان اختاروها، إن شاء الله تكون حملت لهم كل الحظ الليلة. أول رقم بسحب اليومية 4 هو الرقم 5، ثاني رقم هو الرقم 9، ثالث رقم بسحب اليومية 4 هو الرقم 3، ورابع وآخر رقم بهالسحب تابع رقم 3 عن جديد 5 9 3 3. إذا اخترتوا هالأرقام مشاهدينا بسحب اليومية 4، أنا ما اخترتهم، بس على كل حال إذا اخترتوهم واخترتوا تلعبوهم بالدور يعني بنفس الترتيب، واخترتوا مثلا تلعبوا ب 2000 ليرة، 2000 ضرب ال 4000 مرة تربحوا 8 مليون. إذا اخترتوا تلعبوهم هالأرقام حيالله يعني مش بنفس الترتيب، واخترتوا مثلا كمان 2000 ليرة، 2000 ضرب ال 150 مرة لتربحوا 300,000. حلوين كمان جوائز كثير حلوة. مباشرة لآخر سحب لليلة مع اليومية 5. رح نشوف سوا اذا هلا الارقام الجديده سوا على الشاشه لليومية 5. اول رقم الرقم 9، ثاني رقم الرقم 7، منكمل مع الطابة رقم 4، بعد عنا رقمين 7 عن جديد
حلو، يلا اخر رقم مع رقم 8 وهيك اكتمل سحب الليله من يوميه 5 9 7 4 7 8. اذا اخترتوا هالخمس ارقام بيوميه 5 مشاهدينا واخترتوا تلعبون بنفس الترتيب يعني بالدور، عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 40,000 مره. ومتذكر اذا اخترتوا تلعبوا 3,000 الجائزه اكبر جائزه بتكون 120 مليون. واذا اخترتوا هالخمس ارقام واخترتوا تلعبون مش بالدور يعني حي الله، عليكم مثلا تضربوا 3,000 ب 350 مره. إذا اخترتوا 3,000 أكيد هتربحوا 1,050,000 ليرة. هذا كان سحبنا لليلة، بدي أرجع أطلب منك أكيد نادر إنه تذكرنا بسحوبات الليلة من يومية 3 والـ4 والـ5. صار التابلو جاهز. برجع بذكركم مشاهدينا بليز جربوا حظكم حتى لو بكرة وكل يوم فيكم، لأن نحن رح نكون بنفس الوقت كل يوم لحتى نكون برفقتكم مع اليومية. بليز نادر أعطينا النتائج. جرى سحب اليومية رقم 8 لنهار الأربعاء 27/1/2016، والأرقام الرابحة هي لسحب يومية 3 8 2 9، لسحب يومية 4 5 9 3 3، وأخيرا لسحب يومية 5 9 7 4 7 8. ألف مبروك لكل الرابحين. أكيد ألف مبروك لكل الرابحين. نرجع نذكرهم أنه اللعبة كتير سهلة، جدا سهلة وجوائزها حلوة كمان. بتقدروا تعرفوا إذا اخترتوا اليومية 3 أو الـ4 أو الـ5، فيكن تشوفوا دغري على الورقة اللي فيكن تحتفظوا فيها. مثلا أنا هو الأرقام اللي أنا اخترتهم اليوم، اخترت ألعب ب 1500 ليرة واخترت ألعب حيلا ما زبطت معي اليوم، يلا ان شاء الله نكست تايم. بتقدروا كمان تعرفوا دغري على قفا الورقه شو هن الجوائز والمبالغ اللي ممكن تحصلوا عليها حسب المبلغ اللي انتم بتختاروا اكيد يعني تشاركوا فيه بهذه اللعبه. اللعبه مبداها كثير سهل وجوائزها حلوه. برجع بذكركم هاللعبه صارت موجوده بكافه نقاط بيع لليبانيز دي جو. بكره الصبح توجهوا على حيلا مركز لليبانيز دي جو وجربوا حظكم، وما تنسوا نحن ليليه بهالوقت عبر الـ LBCI من الاثنين للجمعه دغري قبل الاخبار مع سحوبات جديده من يوميه، وان شاء الله كل يوم بيكون يومكم مع هاللعبه الحلوه. هيدي كانت حلقتنا وسحبنا لليله. استاذ نادر بشكرك كثير على وجودك معنا، ميرسي لك. مشاهدينا لقوني بكره، باي.